أعزائنا الطلبة، أسعد الله صباحكم في كل وقت وحين. عندنا اليوم المحاضرة الثانية اللي هي راح نتحدث فيها عن Order of Adjectives، ترتيب الصفات. أن ترتيب الصفات هو موضوع جدا مهم، وكل سنة يجي عليه فراغ أو نقطة معينة عليه بالوزاري. فلاحظ أي عزيز الطالب، أنت لازم تحفظ ترتيب الصفات بهذا الشكل. يعني لازم الأوبينيون اللي هو الرأي، تنطي رأيك بشيء سواء مثلا جميل أو غير جميل أو عكس ذلك، يجي بعده السايز اللي هو الحجم، حجم مثلا كبير صغير، بعد الأيج العمر، الشيب الشكل، كلر اللي هو راح يكون اللون، أوريجين الأصل أو المنشأ، ماتيريال اللي هي المادة. فلازم تحفظ هذه الصفات بهذا الترتيب. يعني ما يصير تقدم السايز على الاوبينيون، ما يصير تقدم الايج على السايز، لا، تحفظها بهذا الشكل وحسب هذا الترتيب. لسهولة حفظ هذه الترتيب يجب، يعني ممكن تحفظها حسب هذه الكلمة، لسهولة حفظ ترتيب هذه الصفات جمعت بكلمة أوساسكام. لاحظ هذه الكلمة أوساسكام هي أصلا ما لها معنى، بس لسهولة الحفظ حفظناها بهاي الطريقة، اللي هو حرف الأو راح يعبرنا عن كلمة opinion، الاس كلمة سايز، الاي اللي هو الايج، اس ثاني شيب، السي كلر، او اللي هو الاوريجين، الام اللي هي الماتيريال. واضح عزيزي الطالب؟ يجب ان نحفظ ترتيب الصفات بهذا الشكل: opinion، size، age، shape، color، origin، material. لاحظ هنا كل صفة من هذه الصفات لها مجموعة من الصفات اللي راح نعوضها. ال opinion ممكن نقول صفات انه لطيف، اللي كلمة nice، beautiful جميل، good بمعنى جيد، ايضا كلمة bad ايضا توجد مجموعة كبيرة من الصفات، لكن للتوضيح ذكرنا كل صفة من هذه الصفات على ثلاث كلمات. لاحظ nice، beautiful، good حسب الرأي، رأيك انه يكون بيه. عندنا الصفة الثانية اللي ترتيب بعد الصفات اللي هي صفة الحجم، السايز. ممكن الكلمات اللي تعبرنا عن السايز هي البيج، لارج، ميدل. بيج كبير، لارج ايضا تدل على صفة الكبر، ميدل بمعنى وسط. لاحظ عزيزي هنا عندنا العمر، انه يكون نيو جديد، مودرن حديث، اولد. اولد ايضا تنطي معنى وين، بمعنى قديم، واذا اجت مع عمر الانسان بمعنى الشخص الكبير في السن. يانج اللي هو نكون الشاب. لاحظ هذه هي صفات العمر. نأتي الآن إلى صفات الشكل، يا أما يكون شكله راوند مستدير أو مدور، أو لونج طويل، أو شورت قصير، أو كيرلي، أو حسب هذه الصفات. هذا ما يخص صفة الشكل. صفة اللون اللي هي تدل على جميع الألوان اللي نعرفها، بلاك، وايت، ريد، جرين. لاحظ ذكرنا ثلاثة من عندهن، وايت، بلاك، ريد. هذه هي صفات الألوان. صفة الأوريجين أو الأصل أو المنشأ أو جنسية الشخص. يعني مثلا الشخص شنو جنسيته؟ يا أما يكون عراقي، إيراكي، أور تشاينيز، صيني، أور إيجيبشن بمعنى مصري. الصفة الأخيرة في الترتيب اللي هي راح تكون الماتيريال، المادة، الشيء المصنوع من عنده. مثلا يكون يا أما خشبي حسب مثل هذا الخشب، أو ستيل، أو قطن حسب هذه الكلمات. وود راح تصير وودن، كوتن، ستيل. لاحظ هذه الصفات: خشبي، قطني، فولاذي. بعد ما نحفظ ترتيب الصفات بهذا الشكل ونحفظ كل واحدة ومجموعاتها من الصفات، يجب علينا أن يعني نضعها بهذا الشكل مثل ما ذكرنا قبل قليل. نحفظ هذه الكلمة حتى لا تخربط علينا ترتيب الصفات. لاحظ هذه الصفات يجي بعدها يكون الفاعل،
أو اسم الشيء، ودائما بأخير الجملة يكون هذه الصفات تنطبق عليه، يعني يكون الاسم الموصوف دائما في نهاية الجملة. هذا ما يخص ترتيب الصفات. لاحظ كيف النماذج أو الأسئلة الوزارية تجي على هذا الموضوع، ومثل ما ذكرنا قبل قليل هذا الموضوع مهم، وكل سنة يذكروه بنقطة أو فراغ أو فرع. لاحظ هنا samples of a question، نماذج الوزارية. She has فراغ hair، يعطيك صيغة السؤال بهاي اللي تشوفوها بين قوسين rearrange the adjective، نعطيك مجموعة من الصفات black beautiful curly، black beautiful curly. راح نرتب هذه الصفات حسب هذه القاعدة ذكرناها قبل قليل. أول شيء عندنا صفة الأوبينيون. لاحظ بهذه الصفات أكو صفة تدل على الأوبينيون، أحسنت. إذا صفة البيوتيفول هي راح أشير لنا على صفة الأوبينيون، راح نخليها في بداية الجملة أو بعد الفاعل والفعل المساعد. إذا راح يكون الترتيب هذا الشكل حتى توضح أكثر. رقم واحد حسب الأوبينيون، تمام. نجي على كلمة كيرلي. كيرلي بمعناته مجعد، إذا هذا الشيء يدل صفة الكيرلي المجعد، يدل على صفة الشكل. لاحظ الايج والسايز ما منطينا اياها، يعني نتركهن، يعني تحذف. نجي رأسا على مباشرة الوراها، إذا صفة الكيرلي تدل على صفة الشكل، فراح تصير الجملة She has beautiful كيرلي، اللي هي بعد صارت الترتيب الثاني. بلاك اللي هي الصفة الأخيرة تكون بعد الشكل، فقلنا she has beautiful curly black hair، لديها شعر مجعد وجميل وأسود، يكون أسود اللون. لاحظ هنا الهير هذا يسموه الاسم الموصوف، الاسم الموصوف يعني هذه الصفات. لاحظ الأمامك هذه الصفات اللي ذكرناها قبل شوية انطبقت على هذا الاسم الموصوف اللي راح يكون في نهاية الجملة. فلاحظ كيف رتبنا الصفات، الأوبينيون، الشيب، الكلر حسب هذا الترتيب. النقطة الثانية It is little French red beautiful table، أيضا منطيك بين قوسين مجموعة من الصفات، هذه الصفات يجب عليك أن ترتبها بالشكل الصحيح، وأيضا منطيك في نهاية الجملة put in correct order، ضعها في الترتيب الصحيح أو في الترتيب المناسب in a suitable correct order. It is a beautiful little red French table. لاحظ قلنا ايضا بالتسلسل صفة الاوبينيون، بما انه عندنا الاوبينيون اذا كلمة beautiful لازم تكون في بداية الصفات. بعدها عندنا شيء يدل على السايز، لاحظ بالصفات هذه اكو شيء يدل على السايز، احسنت. عندنا كلمة little هي راح تشير لنا الى صفة الحجم، اذا راح نخليها بعد beautiful. شوف اكو شيء يدل عن العمر من هذه الصفات، ما موجود راح نتركها. صفة الشكل، لاحظ اكو شيء يدل على انه هذه الطابلة لها شكل معين، ما موجود اتركها. نجي على اللون كلر، اكو شيء من هذه الصفات يدل عن اللون، اكسلنت. عندنا صفة الريد اللي هو لونه احمر، لاحظ راح نذكرها بعد صفة السايز، فراح تصير الجملة beautiful اللي هي الاوبينيون رقم واحد، والثانية راح تصير ترتيبها اللي هو السايز كلمة little، واللون بعده اللي هو الريد، وكلمة اخر شيء واحد اخر صفة من هذه الصفات هي الفرنش. صفة الفرنش بما انه هو لازم يكون شنو منشأ او صناعته راح تكون فرنسية، فهنا راح ننطيها الخانة الرابعة حسب هذا الترتيب. Opinion، size،
color origin. لاحظ opinion اللي هي beautiful, size اللي هو الحجم, red اللي هو اللون, French اللي هو أصل أو منشأ هذه الطبلة. لاحظ هنا الاسم الموصوف, يعني هذه الصفات اللي ذكرناها قبل شوية عادت إلى الاسم الموصوف اللي هو table. لاحظ عزيز الطالب النقطة الثالثة, I have, منطينا بين قوسين مجموعة من الصفات, Italian old wonderful watch. إذن هنا الفاعل اللي هو أنا, have أملك بمعنى أملك, جت هنا Italian old, Italian المنشأ مالتها اللي هو إيطالي, old اللي هي صفة العمر مالتها أو مدة صناعتها, إذن هاي تدل على العمر. Wonderful اللي هو راح يكون الأوبينيون, لأن بمعنى هو يعني دا ينطي رأيه إنه هذا الشيء رائع, كلمة wonderful بمعنى رائع, إذن دا ينطي رأيه. هذا ترجمنا هذه الصفات, هسه راح نوزعها حسب الترتيب الصحيح. كلمة watch اللي هي بمعنى ساعة, هنا الساعة راح يكون الاسم الموصوف. لاحظ عزيزي الطالب هنا عدة يعني نماذج من الأسئلة, اختلاف في الطلب أو المطلب اللي يطلب من عندك صانع الأسئلة أو صايغ الأسئلة. هنا صيغة rearrange the adjective, نعطيك إياها بين قوسين, أعد ترتيب. هنا put in correct order, ضعها في الترتيب الصحيح. هنا معطينا فقط كلمة order, يعني دا ينطيك أو دا ينطيك إشارة دا يقول لك رتب, تمام؟ فتنتبه على المطلب اللي ينطيك إياه بنهاية السؤال. شوف شلون الاختلاف بيناتهم, هاي نماذج الإزالية تكون بهذا الشكل, اختلافات في المطلب في نهاية الجملة لازم تنتبه عليه. لاحظ هنا I have Italian old wonderful watch, وذكرنا قبل قليل انه منطينا من عندنا order ترتيب, فراح تصير الجملة بهذا الشكل. I have تنزل كما هي, كلمة wonderful من هذه الصفات راح نخليها المطلب الأول, لأن الwonderful بمعنى رائع, أنت دا تنطي رأيك. بعد الwonderful عندنا size, أكو شيء يدل على size؟ ماكو, نعبره. نجي نشوف age, أكو شيء يدل على العمر؟ excellent, كلمة old اللي هي تدلنا على العمر. لاحظ بعد العمر shape, منطينا شيء يدل على shape؟ اتركه ما موجود. منطينا شيء يدل عن اللون؟ ما موجود ايضا. منطينا شيء يدل على الاصل او المنشأ؟ اكسلنت, عندنا الايطالي. اذا راح نخليها في التسلسل الثالث, فصارت الجمله بهذا الشكل, I have a wonderful old Italian watch, لدي ساعه قديمه ايطاليه جميله جدا. صار ترتيب الصفات بهذا الشكل. النقطة الرابعة, I bought a مجموعة من الصفات, white Japanese new TV. لاحظ هنا ترتيب الصفات مخربط, دي يطلب من عندنا arrange adjectives, رتب الصفات. فلاحظ هنا I bought, هاي قبل القوس تنزل كما هي بمعنى أنا اشتريت, هاي من أصل الجملة. أنت المشكلة وين أو وين راح يصير الإشكال عندك؟ أنه فقط راح ترتب الصفات, أو المطلوب من عندك فقط راح يكون هو ترتيب الصفات. لاحظ عندنا أحد من هذه الصفات يدل على الأوبينيون, ما موجود, نتركه. عندنا شيء يدل على السايز, أيضا ما موجود, اتركه. تعال على العمر, عندنا شيء من هذه الصفات يشير إلى أنه موجود يذكر بها صفة من صفات العمر, excellent, هي صفة الـ new, هنخليها خانة أولى. لاحظ عدم تواجد صفات الـ opinion والحجم راح نتركها, يعني من نقدم واحدة على واحدة تتركها كأنها ما تبلش صفة جديدة. ذكرنا new, لاحظ مقتلنا صفة الـ white والجابانيز. الوايت اللي هو اللون
دائما يكون اللون قبل الاصل اللي هو المنشأ، فراح نذكر، فراح تكون هي خانة رقم 2، والجابانيزي اللي هو المنشأ او الاصل راح يكون خانة رقم 3. لاحظ عزيزي الطالب شلون صارت الجملة او الترتيب. I bought a new white Japanese TV. انا اشتريت في زمن الماضي، لاحظ هنا الفعل bought دلنا على الزمن الماضي، اشتريت تلفزيون اللي هو راح يكون الصفة. هذه الصفات انطبقت على الاسم الموصوف، اذا هذه الصفات كلها عائدة لمن؟ الى التيفي، عائدة الى الاسم اللي هو التيفي، تمام؟ ف I bought a new white Japanese TV. لاحظ ذكرنا هذه الصفات بالترتيب او بالتسلسل حسب هذه الحالة، اللي هو النيو قلنا يدل على الايج، والوايت يدل على الكلر اللي هو اللون، والجابانيز اصل او منشأ هذه او هذا التلفاز. عزيزي الطالب عندنا اخر نموذج الوزاري اللي هو I have got a فراغ friend. انا لدي صديق، هنا راح ينطي صفات هذا الصديق. French nice young. لاحظ الصفات مخربطة، شو راح نجرتبها؟ منطينا French اللي هو الأصل أو المنشأ بمعنى الأوريجين مالته، والرأي بي إنه هو لا إنه نايس يكون لطيف، وعمره أو الأيج مالته يكون هو شنو؟ شاب، تمام. شو راح أرتب هذه الصفات حسب هذه القاعدة؟ لاحظ هنا I have got a، هاي تنزل كما هي من السؤال، تنزلها تجي مشكلتك وين؟ انه انت راح تصحح في ترتيب هذه الصفات. لاحظ احنا قلنا ببداية لازم يكون الاوبينيون، عندنا كلمة من هذه الصفات تدل على الاوبينيون، اكسلنت، عندنا صفة النايس، اذا راح يكون ترتيبها في الرقم 1. لاحظ السايز، ذاكرنا السايز بهذه الصفات من بين هذه الصفات؟ ما ذاكره، نتركها. لاحظ ذاكرنا الايج مالته او العمر مالته؟ اكسلنت، عندنا هنا الايج مالته انه هو شاب، اذا لحد الان هو شاب لطيف. لاحظ اذا ما بقت غير بس الاصل مالته راح تكون اللي هي تسلسل رقم 3، فصارت الجملة بهذا الشكل. I have got a nice، الرأي بي، young French friend، لدي صديق شاب وبنفس الوقت هو لطيف ومن فرنسا. لاحظ ترتيب الجملة شلون صار. I have got a nice young French friend. إلى هنا ننهي هذا الدرس إن شاء الله، ولنا لقاء في الدرس الآخر إن شاء الله بإذن الله. وأتمنى يكون الدرس واضح. أني الأستاذ محمد عبد الهادي إبراهيم، مدرس مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث.